الآن راح نتكلم على الكليتورس، واللي هي عبارة عن part of the vulva اللي كانت بتمثل الفيميل اكسترنال جينيتاليا. تمام، فالكليتورس هي عبارة عن part of the vulva. طيب راح نتكلم عليها من خلال النقاط اللي هي definition, site, blood supply, nerve supply and lymph drainage. فبنبدأ بالdefinition. قال لك الكليتورس corresponds to the penis, okay, in male and has a similar structures. تمام، فالكليتورس هي تطابق أو تماثل البينس الموجود عند الميل. تمام، بكل بساطة. طيب ندخل بقى على السايت، خلصنا definition، ندخل على السايت. قالك it has a fixed root. تمام، at superficial perineal pouch and free body. تمام، فهي الجملة عطتني معلومتين. المعلومة الأولى هي structure, structure of the clitoris. المعلومة الثانية هي السايت. تمام، الستركتشر تضمن روت وبادي. تمام، الروت بيكون فيكست والبادي بيكون فري. تمام، السايت كان محدد للروت فقط، فالروت اللي يقع في السايت اللي كان سوبرفيشال بيرينيال باوتش. Superficial perineal pouch، مثل ما واضح هون، add superficial perineal pouch. تمام، superficial perineal pouch هذا أنا ممكن استعرضه في فيديو منفصل، تمام، لزيادة التوضيح أكثر ولكي لا يطول الفيديو. ممتاز، فبالتالي نحن اللي بهمنا إنه إيش الروت موجود وين بالsuperficial perineal pouch. فبالتالي هيك تكلمنا على definition وخلصنا السايت. طيب هون تكلم حب يفصل بالstructure تبع الروت، فقال لك الروت بيتكون من four structures. تمام، فالستركتشر غالبا الروت نفس الروت الموجود بالبينس، كان بتكون من بالبس. تمام، كان بتكون من بالب وبتكون من الكرورا. تمام، لكن هون عندنا تو بالبس تو كرورا. ممتاز، البالب لك بليس اون ايتش سايد اوف ذا فاجينال اورفيسي. ممتاز، فلو بنلاحظ الصوره، خلينا نمسح ونشوف الستركتشرز اوف ذا بالب. طيب تمام، مثل ما ملاحظين بالصوره، هاي التو بالبس، هذا بالب وهذا بالب. انتم ملاحظين موجودين على جانب وين؟ على ايتش سايد اوف مين؟ الفاجينال اورفيسي. هي الفاجينال اورفيسي او الفاجينال اوبننج. تمام، ممتاز، قالك they are a pair. ممتاز، زوجين من oblong bodies. oblong تعني اوفل. تمام، قالك composed of erectile tissue، فهنا فعلا شكلهم اوفل، بيحتوي على erectile tissue نفس البينس erectile tissue. تمام، ايضا تو كرورا في الكليتورس، مثل واضحه بهذا الشكل، بها نازله هيك. تمام، هي الكرورا. تمام، ممتاز، حلو. قالك بعدين البادي، تكلم على الروت، قالك البادي، قالك البادي از similar to that of penis, similar of that of that of penis. تمام، to that of penis، مشابه للبينس، عدا انه بيكون smaller in size. تمام، اصغر في الحجم، not traversed by urethra. تمام، انتم ملاحظين انه هون ما في يوريثرا، ما في يوريثرا ماشي بقلب البادي. طبعا هذا هون البادي، عم نغير اللون، هذا هون هو البادي. تمام، هذا البادي وهذا تحت هو كل الروت مع البلب. تمام، فالبادي اللي فوق، بس نغير، نحط مثلا هون هذا البادي. تمام، وهذا جلانز، ما له شغل بالبادي، جلانز اسمه جلانز. هون البادي واللي تحت هذا كله من البلب وكرورا هو عبارة عن روت. فالبادي ملاحظين انه مو مخترق، ما بيمر من خلاله يوريثرا، بس كان بالميل، كان في بمر في البينال يوريثرا بقلب الميل. ممتاز، تمام، هيك بنكون غطينا ديفينيشن وسايت وتوسعنا بالستركشر. ندخل على البلود سبلاي. تمام، طيب البلود سبلاي اللي بالكليتورس قال لك مطابق تماما اللي موجود بالبينس، نفس الارتريز تقريبا، نفس الاسماء الارتريز. تمام، لكن هون كان البينس، هون الكليتورس. تمام، فنفس الارتريز، لكن خلينا نحن نتبع قاعدتنا، نرجع لقاعدتنا، انه مين اللي كان نحن عيننا على الاوفيريان والانترنال الياك، صح؟ الاوفيريان خلص ما عاد وصل. تمام، اللي كمل معنا هو الانترنال الياك. تمام، فالانترنال الياك، تمام، قلنا اللي مكمل معنا هو انترنال الياك.
صح؟ تمام. الانترنال يقول لك عندنا في برانش اللي ذكر البرانشات الاربعه اللي كتبناها، في قال لك واحد اسمه انترنال يدندل. ممتاز. الانترنال يدندل هذا قال لك اعطانا ثلاث برانشات، تمام. ثلاث برانشات هي مثل ما شايفين عندنا الارتري اوف بلب، تمام، هذا اول برانش. بعدين الديب ارتريز اوف ذا كليتورس او ديب ارتريز اوف ذا كليتورس، تمام. بعدين the dorsal artery of the clitoris. فهذول البرانشات جايين من الانترنال بيودندل اللي هو اساسا من الانترنال اليك اللي هو كمل معنا خلال القاعده اللي ذكرناها، تمام. طيب هون عندنا كل هذول مثل ما قلنا عباره عن برانشات من الانترنال اليك، لكن قال لك الاثنين هذول الاثنين الديب والدورسال، تمام. الديب والدورسال، خلينا نغير الهض، الديب والدورسال لك بيعتبروا terminal branches، terminal branches، تمام. لكن الارتري اوف بلب هذا برانش عادي، برانش عادي، تمام. فشلون نفرق؟ انك البلب البي البي برانش، بلب برانش بيكون، لكن التو ديز اللي هي الديب والدورسال، ديب دورسال هذول بيكونوا تيرمينال برانش، تمام. فهي في حال اذا لعب حاول يلعب بالالفاظ بالام سي كيو فممكن يذكر هالنقطه، تمام. إلك ترمينال برانش ولا برانش، ف يكون عندنا علم بهي النقطة، تمام. فالبي برانش و دي تو ديز عندنا هي ترمينال برانش اوف اوف انترنال بيدندل، تمام. طيب خلينا نقرأ الكلام نشوف. إلك it is a branch of the internal pudendal artery، طبعا ايش supply البلب، ممتاز. طيب a deep arteries of the clitoris، it's a terminal branch of the internal pudendal، و supply الكربورا كافرنوزا. كربورا كافرنوزا لو نشوف هون، تمام، هي عنا الكربورا كافرنوزم واحدة وطبعا تانية، والمجموعة اثنين بيسمون كربورا كافرنوزا، فهو بيغذي هدول اثنين، تمام، يغذي هاي المنطقة. هي تعتبر إركتايل تيشو كمان، تمام، إركتايل تيشو موجودة بالكرورة، جزء من الكرورة. فبالتالي هون مثل ما نلاحظ هذا يعني الارتري، عطى ارتري للبلب، عطى ارتري للبلب وعطى ارتري للكرورة اللي هي متمثلة بالكوربس كافرنوزا، تمام. والاخير الدورسال ارتري اوف ذا كليتوريس، قال لك ذا اذر تيرمينال برانش اوف ذا انترنال بيدندل، سبلاي ذا سكين بقى اند ديب تيشو اوف ذا كليتوريس، سكين اند ديب تيشو اوف ذا كليتوريس، تمام. طيب هيك اتكلمنا على الارتريز، نروح على الفينز عشان نكمل البلد سبلاي. قال لك it finally ends finally in the vaginal and vesical plexus. هذا في استثناء مثل ما قلنا انه دائما غالبا الفينز بتصب مع الارتريز غالبا يعني، لكن هون قال لك لا، ends finally in the vaginal and vesical plexus. يعني هون مثل ما ملاحظين هي عندنا مثل ما شايفين الكليتورس، تمام، بهذا الشكل. قال لك تصب ورا في بلكسس ورا بيكون عند البلادر وعند الفجينا، تمام، بتروح بتصب فيهم، بتصب بالمناطق المحيطه فيها. فعندنا مين؟ عندنا الفيسيكل اللي هي قلنا نحن البلادر، ثاني الفيسيكل، وفاجينال اللي هي وراها، تمام، بتكون. فبتروح بتصب في كلا البلكسس، تمام. هيك بنكون خلصنا البلاد سبلاي. ندخل سريعا على النير سبلاي. نحن مثل ما قلنا بالنير سبلاي كنا عندنا قاعده الانفيريو هابوغاستريك بلكسس، تمام، اللي بتعطي وهي بتكون ميكست اوتونوميك، وبتغذي الانترنال اورجنز او البلفيك اورجنز الموجوده داخل. هلا نحن طلعنا برا البلفيك، تمام، فبالتالي نحن برا البلفيك غالبا الاعضاء الخارجيه راح تحتاج تكون سنسيتيف، راح تكون راح تشعر فيها. فبالتالي غالبا راح تاخذ نيرف سوماتيك، تمام. فلو نتذكر نحن بالنيرف اللي كان طالع من نيرف روتس، تمام، طالع من نيرف زود روتس الاس 2 3 4 اللي ذكرناه بالمقدمه، كان هو البيودندل نيرف، تمام، البيودندل نيرف. فبالتالي قلنا هون قال لك the nerve supply لك is from البيودندل نيرف، تمام. وقال لك في جزء اخذ اوتونوميك عن طريق مين؟ البلفيك بلكسس، تحديدا حدد هون باراسمباثيتك. فلو بتتذكر نحن قلنا عندنا كنا في اس 2 اس 3 اس 4 هي الروت كانت بتطلع مين؟ كانت بتطلع
nerves تمام سميناها نحن pelvic splanchnic nerves صح pelvic splanchnic nerves تمام فبالتالي هي اللي بتروح بتغذي الكليتورس فهون عبر عنها ب pelvic plexus وحدد تحديدا انه هي parasympathetic ونحن مثل ما قلنا انه هي كانت هي ال pelvic splanchnic nerves هي الجزء الparasympathetic اللي كان بيغذي الانفيريور hypogastric plexus صح اذا بتتذكر تمام وقلنا في جزء بيطلع منها سوماتيك تمام بيطلع منها سوماتيك هو البيودندل فبالتالي غالبا اغلب الاكسترنال اورجنز اللي برا بتحتاج سوماتيك نيرف اللي هو البيودندل اغلب هذا راح تكون بيودندل حتى لو شفنا مثل ما شفنا هون بالفالفا الفالفا برا قلنا في لك البوستيريور بارت قال لك اخذ برانشز اوف بيرينيال نيرفز اللي جاي من البيودندل تمام طبعا هون كي هذول اغلبهم تحفظهم لانك انت تتذكر سكروتوم تمام طيب هون النيرف سبلاي بيودندل سوماتيك وبلفيك بلكسس تمام هيك بنكون تكلمنا على النيرف سبلاي اخيرا راح نتكلم على الليمف درينج تمام الليمف درينج نحن عندنا بنعرف القاعده اللي قلنا تكلمنا عليها بالمقدمه انه كل اللي تحت الامبلكس راح يصب بمين راح يصب بالسوبرفيشال انجوينال تمام راح يصب بالسوبرفيشال انجوينال تمام فهون عندنا هون بالكليترس راح تختلف القاعده قال لك بدل لا يصب بالسوبرفيشال انجوينال راح يصب بالديب انجوينال راح نعكس بقى ما راح يصير يصب بالسوبرفيشال راح يصب بالديب انجوينال تمام فخلينا نشوف هون قال لك هون كان كاتب كلام غريب اعتقد انه السكن كاتب قال سكن اند ابندجز تو ذا سوبرفيشال انجوينال ليمف نود اعتقد انه هذا الكلام كان بيقصد فيه الفالفا ما بيقصد الكليترس لانه الفالفا مثل ما بنعرف انه هي اللي بتحتوي على السكن اند ابندجز اللي هي الابندج اللي هي الزوائد او ملحقات السكن اللي كانت تتمثل بالهير تمام فبالتالي اعتقد انه هون في خطا في التكست تمام فما علينا بنشوف اهم اللي بيهمنا انه which of the lymph node of the cloacae drains the clitoris directly تمام الكلوكي هي احد الديب انجوينال نود تمام وبعدين شرح ايش المسار الليمف نودز خلال اللور ليمف تمام خلينا نشوف هذا الكلام بشكل اوضح مشان ما يحصل لخبطه الليمف نود اوف ذا لور ليمف تمام راح نتكلم على اللور ليمف بشكل عام الليمف نود اوف ذا لور ليمف تنقسم الى سوبرفيشال ليمف نود وديب ليمف نود تمام السوبرفيشال قال لك عنها هي وحده سوبرفيشال انجوينال ليمف نود اللي بنعرفها تمام سوبرفيشال انجوينال ليمف نود تمام الديب عندنا الديب انجوينال ليمف نود اللي راح نتكلم عليها بعدين عندنا البوبليتيال ليمف نود تمام اللي بتذكرها اللي تكلمنا عليها بالمقدمه وعندنا ايش انتيريور تيبيال ليمف نود تمام شوف السوبرفيشال انجوينال خلينا نبدا بالسوبرفيشال السوبرفيشال انجوينال قال لك هي عباره عن تو جروبس تمام عندنا ابر هوريزونتال وايش اللور فيرتيكال جروب تمام ابر هوريزونتال واللور فيرتيكال جروب تمام الابر هوريزونتال تقسم الى تو ممبرز بيكون لاترال وميديال تمام لاترال وميديال جروب هي الابر هوريزونتال هي اللي بيصب فيها الانتيريور ابدومينال وول البينس سكروتوم الفالفا اخر جزء من الفاجينا او كمان تذكر السوبيريو لاترال انجل اوف ذا يوترس وايضا المنطقه اللي حوالين الاسمس بالفالوبيان تيوب تمام واللور فيرتيكال هي انا الجروب اللي عممته بالمقدمه اللي قال لك هي بتاخذ السكن اند فاشيا اوف اول اللور ليمب من كل اللور ليمب تمام تاخذ كل الليمف ادرينج اوف اللور ليمب ما عدا اللي قلنا ايش السوبرفيشال عفوا البوبليتيال ليمف نود اللي كانت تبع اللاترال فوت تمام هاي اللاترال فوت راح تروح الى البوبليتيال ليمف نود ممتاز طيب الديب انجوينال عفوا الديب انجوينال الديب انجوينال مثل ما شايفين هي عباره عن ايضا 4 الى 5 5 بالنمبر 4 الى 5 ليمف نود لك الابر موست فيها اسمه ليمف نود اوف كلوكي تمام ليمف نود اوف كلوكي فبالتالي الليمف نود اوف كلوكي هي احد الديب انجوينال ليمف نود تمام وهي اللي بيصب فيها الجلانز اوف ذا بينس اند الكليتورس تمام فبالتالي اذا تكلمنا عن الكليتورس والجلانز اوف ذا بينس ما راح نتكلم على السوبرفيشال هي بالديب انجوينال ليمف نود تمام
بالديب انجوانال لينف نود. بعض الناس بتخربط بتقول انه خلص انه الفالفا بتصب السوبرفيشال انجوانال لينف نود والكليترس ايضا راح تصب السوبرفيشال انجوانال لينف نود بما انها جزء من الفالفا. لا، هون راح انه راح تصب الكليترس دايركتلي بالديب انجوانال لينف نود وليست بالسوبرفيشال انجوانال لينف نود. تمام. طيب عنا بعدين البوبليتيال لينف نود. البوبليتيال لينف نود هي اللي بتروح تاخذ مثل ما قلنا اللاترال فوت، تمام، وبعدين راح ترجع تصب بمين؟ راح تصب بالديب. ممتاز. طيب والانتيريو تيبيال لينف نود، قال لك الانتيريو تيبيال لينف نود ايضا بعد هي بتكون اما موجوده احيانا او غير موجوده في بعض الناس، راح تصب بالبوبليتيال لينف نود. فبالتالي كقاعده عامه بنقدر نلخصها انه الاول لينف درينج، تمام، all lymph drainage of the lower lymph بينتهي بالinguinal lymph node. تمام، ما حدد لا superficial ولكن أغلبهم كله راح ينتهي بالinguinal lymph node. ليش؟ قال لك superficial inguinal lymph node، تمام، هي أغلب السكن فيها وأغلب الأعضاء بتصب فيها، تمام، والديب هي اللي بتاخذ الجلانز والكليتورس، تمام، البوبليتيال أخذ اللاترال فود، تمام، والبوبليتيال بعد ما تخلص بتروح بتصب بالديب inguinal، والانتيريو تيبل راح تصب بالبوبليتيال اللي بتصب بالديب انجوينال. فبالتالي المحصله النهائيه انه كله راح يصب بمين؟ بالانجوينال ليمف نود. تمام. وبعدين شرحنا المسار، شرح المسار بالنود، قال لك من السوبرفيشال تروح على الديب، ومن الديب الى الاكسترنال الياك، من الاكسترنال الياك ليمف نود الى الكومن الياك، ومن الكومن الياك الى البارا اورتيك. تمام. وممكن بعض الاحيان قال لك السوبرفيشال تروح دايركتلي على الاكسترنال الياك. تمام، خلينا نشوف الكلام هذا على النود. قال لك انا بنديج to the superficial inguinal lymph nodes, okay, to the deep inguinal and femoral lymph node. تمام. nodes طبعا هون ليش ذكر femoral lymph node؟ قال لك والله شوف، لانه الديب انجوينال ليمف نود تقع في منطقه الكلوكي ليمف نود تقع في منطقه تسمى الفيمورال تراينجل، الفيمورال تراينجل، وهي ايضا بتكون موجوده بالفيمورال كانال، فبالتالي ممكن هذا السبب انه ذكر الفيمورال ليمف نود معها. تمام. فقلنا deep inguinal and femoral lymph node of which the lymph node of the cloacae drains the clitoris directly. تمام، directly. وبعدين شرح المسار، like from superficial group lymph pass to the deep pelvic nodes including the external iliac، بعدين بتروح على الكومن iliac، من الكومن iliac الى الparaortic lymph node. تمام، اتمنى تكون واضحه وعرفت، يعني حاولت قدر الامكان اني اوضح المساله. تمام. فبالتالي تكلمنا شملنا كل النقاط اللي بتتعلق بالكلوترس كديفينيشن سايت بلد سبلاي نيرف سبلاي اند ليمف درينج. طيب بنكمل الجزء الاخير عندنا اليوريترا اوف ذا فيميل. تمام، راح نتكلم على طول على الخمس نقاط تبعنا، ف كديفينيشن سايت بلد سبلاي نيرف سبلاي اند ليمف درينج. فهون قال لك والله بالمحاضره ما ذكر الديفينيشن والسايت بشكل واضح، فممكن نحن نستخلصها ونقول انه هي عباره عن تيوب، okay, extending from the vulva to the urinary bladder. تمام، هي عبارة مثل ما وضح بالصورة، عبارة عن tube, okay, extending from the vulva, ممتاز، اللي تحت إلى urinary bladder. ممتاز، جميل. طيب ندخل هون، لك عنا length، لك length تبعها كانت length لك من 2 إلى 4 سنتي. تمام، لو بتذكر الأطوال اللي مرت معنا خلال المحاضرة كان ذاكر عنا اليوتراين تيوب، اوكي، اليوتراين تيوب كانت عباره عن 10 سنتي. تمام، والفجاينا ايضا كانت او الفاجينال كانال يعني كانت عباره عن 3 انشز. تمام، 3 انشز، فهون قال لك 2 الى 4 سنتي. تمام، هاي الاطوال اللي مرت معنا خلال المحاضره. طيب هون حاب يذكر الكورس تبع اليوريثرا. ممتاز، قال لك passes downward، اوكي، بتنزل لتحت، and forwards، تمام، embedded in the anterior wall of the vagina. تمام، embedded in the anterior wall of the vagina. لو تلاحظ هون هذا الانتيريور وول، هذا الفجاينا، هاي الفجاينا، تمام، هذا الانتيريور وول وهذا البوستيريور وول اللي ورا، فهي تمام embedded فعلا، انه بتكون embedded بالانتيريور وول، تمام، قدام الانتيريور وول. ممتاز. طيب منكمل هون، قال لك هون بقى تتكلم على الكورس، لك begins، تمام، begins at the neck of the bladder، تبدا عند فعلا تبدا من هون من عند النيك اوف ذا بلادر. تمام، قال لك traverses the deep perineal pouch and pierces the perineal membrane. طيب هذا اللي انا ذكرته قبل، انه الترانسفيرس انه deep perineal pouch والسوبرفيشال perineal pouch والperineal membrane، هذا كله انا ممكن اتكلم عليه بفيديو منفصل.
أنا اللي بيهمني حالياً أنك تركز فقط على العناصر الأساسية كديفينيشن سايت بلود سبلاي نيرف سبلاي ليمف درينج، وهذا جزء فهم، تمام، فهم وين السايت وين المكان وشلون تشوفه بالفيديو، هذا ممكن نعرضه فقط لزيادة الفهم، تمام، أو هو ممكن راح يمر معنا غالباً راح يمر معنا بالمحاضرة الرابعة اللي هي محاضرة البرينيوم بالأناتومي. ف بكل الأحوال حاليا لا تركز على هذا، يعني لا يشغل بالك، أهم شيء ركز على النقاط الأساسية، إنه مهم تطلع من المحاضرة ملم بالنقاط، تمام، وبقى على طول قضية الفهم راح تبتدي مع الوقت، تمام. طيب ممكن نشرحها بفيديو منفصل، هذا اللي هي الديب برينيال باوتش والسوبرفيشال برينيال باوتش والبرينيال ممبرين، تمام. فاللي مركز عليه إنه هي begin at neck of the bladder، أوكي، وopen at بقى the vestibule of the vagina أو الvestibule، تمام، اللي بيحتوي على ال vaginal orifice urethral orifice، تمام، تفتح على شكل إيش urethral orifice. لو ملاحظين إنه هذا ال vestibule راح تفتح إيش، هي لنا هون اليوريثرا راح تفتح ك urethral orifice، تمام، بيكون anterior لمين، anterior ل ال vaginal orifice، صح، بتكون هي anterior لها، تمام، وبتكون posterior للكليترس، بتكون أيضا هون بيقول لك مسافة مقدارها 1 inch، تمام، الكليترس بتكون فوق. فلو بنقرأ الكلام قال لك anterior، قال لك فعلا anterior to the vaginal orifice and 1 inch behind the clitoris، ممتاز، بتكون 1 inch behind the clitoris، فعلا لو ملاحظها انه بتكون قدام اليوريثرال قدام الفاجينال اورفيسي وتحت الكليتوريس، ممتاز. فهي بتبدا على النيك اوف البلادر، نيك اوف ذا بلادر، وبتنتهي عند الفيستيبيول، ممتاز. لك ذا داكتس اوف ذا بارايورثرا جلانز، تمام، احنا تكلمنا على البارايورثرا جلانز بجزئيه الفيستيبيول، قلنا انه هي بتكون موجوده على الايد سايد، صح، بتكون موجوده على الايد سايد اوف اليوريثرال يوريثرال اورفيسي، صح ولا لا؟ كلامنا انه اي فعلا، قال لك open in the vestibule on each side of the urethral external urethral orifice، ممتاز. هيك فنحن بشكل عام تكلمنا على ال definition site وذكرنا بعض المعلومات عن الكورس. طيب ندخل على النقطة الثالثة اللي عندنا وهي ال blood supply، تمام. ال blood supply اللي مين اللي مكمل معنا؟ اللي مكمل معنا ال internal iliac، تمام، internal iliac. انترنال إليك نحن ذكرنا 4 برانشات منهم، هون قال لك راح تغذي مين؟ راح يغذي 2، هو الانترنال بيودندل كان واحد منهم والفاجينال الفاجينال ارتري، تمام. فهدول راح يعطوا برانشات تغذي مين؟ اليوريثرا، تمام. قلنا نحن اللي بكمل معنا الانترنال إليك، الاوفيريان خلص ما عاد صار يوصل، فالانترنال إليك هو اللي مكمل وعطانا انترنال بيودندل وفاجينال ارتري، ممتاز. الليمف درينج قال لك والله شوف هون، قال لك راح نحن قلنا انه الليمف درينج كله تحت الامبليكس كان بالسوبرفيشال انجواينال ما عدا الانترنال اورجنز، بتروح بتصب ب بتصب بتتبع النيرف سبلاي، تمام. هون نحن اكسترنال، فبالتالي نحن ما عاد مو انترنال اورجن، ولكن هون قال لك الليمف درينج انتو انترنال اليك ليمف نود. طيب هون في جزئيه الذكريه الكليه ما توسعت فيها، اللي هي انه اليوريثرا عباره عن بروكسيمال بارت، تمام، وديستال بارت، تمام. البروكسيمال بارت هو اللي بيروح على الانترنال الياك، لكن الديستال بارت على نفس القاعده سوبرفيشال انجواينال، تمام، سوبرفيشال انجواينال. طيب ليش البروكسيمال بارت بروح على الانترنال الياك؟ خلينا نشوف بالصوره. نحن هون قسمنا اليوريثرا الى قسمين، هذا هون بروكسيمال وهذا ديستال، تمام. الديستال بيكون اقرب للفالفا، تمام، اقرب للفالفا، والفالفا نحن قلنا على طول سوبرفيشال انجواينال، ممتاز. البروكسيمال لك اقرب لمين؟ لليورينري بلادر، واليورينري بلادر بتصب وين؟ بتصب الانترنال الياك، تمام، حتى اللي بيغذيها انترنال الياك. فبالتالي انت حاول تربطها انه عندنا اليوريثرا اقرب هون في عندنا بروكسيمال بارت، فبيكون اقرب لليورينري بلادر، فبالتالي انت على طول يوريثرا تذكر يورينري بلادر، فبالتالي انترنال الياك. هون راح نمشي مع الكليه انه انترنال الياك، تمام، لكن في تذكر انه في ديستال بارت هو مع اللي اقرب للفالفا بيكون عند السوبرفيشال انجواينال، تمام. النيرف سبلاي لك النيرف سبلاي نفس الكليترس بالضبط، بيدندل نيرف اند بيلفيك بلكسس، نحن اكسترنال برا، فبيدندل نيرف بيلفيك بلكسس نفس الكليترس، تمام. طيب هيك بنكون غطينا جميع نقاط المتعلقه باليوريثرا كديفينيشن سايت بلاد سبلاي نيرف سبلاي اند ليمف درينج. اتمنى ان يكون
وفقت في طرح هذه المحاضرة. إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان. أتمنى لكم التوفيق جميعا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.